قريب بتالت ثانوي دفعة 2023، ازيكم؟ النهارده هنبدأ مع بعض أول حلقة بنتكلم فيها عن الـ types of noun، عن أنواع الاسم. مستر، أنت لسه في الحلقة اللي فاتت كنت بتتكلم عن الـ parts of speech، عن أجزاء الكلمة في اللغة الإنجليزية، وعرفنا إن إحنا عندنا حاجة اسمها noun، حاجة اسمها verb، حاجة اسمها adjective، adverb، interjection، conjunction أو preposition. احنا النهارده تركيزنا الشامل كله هيبقى عن الناون، عن الاسم. طيب ايه اللي المفروض ان انا اعرفه في الاسم؟ مش الاسم ده اللي هو في العربي عندنا اسم مجرد واسم معرف واحمد وعمر ومؤمن ومصر وامريكا، وكل دي اسماء دول واسماء اشخاص والكلام ده؟ لا، الانجليش بيبقى فيه كذا برانش، شويه فيه كذا فرع هنعرف ان احنا نتكلم من خلالهم. اولهم حاجه اسمها الكومن ناون. كومن ناون اللي هو الاسم الشائع. يعني ايه يا مستر الاسم الشائع؟ يعني اقول boy او girl او country او city. طب مستر مش فاهم برضو، انا قصدي اقول لحضرتك ان انا ما سميتش حد باسمه. يعني انا اتكلمت قلت boy ولد، هل انا سميت الولد ده باسم معين؟ لا، يبقى ده اسم common، اسم شائع. كلمت تاني قلت لك girl بنت، قلت country، قلت city. طب هل انا حددت اني country؟ لا. هل انا حددت اني city؟ طالما انت ما حددتش يبقى ده اسم common noun، الاسم الشائع. تيجي الناحية التانية رقم اتنين، تتكلم عن حاجة اسمها البروبر ناون، الاسم المحدد. انت هنا كنت بتقول بوي صح؟ هنا انا بدل بوي هقول مؤمن، انا بدل كونتري هقول ايجيبت، انا بدل سيتي هقول شبرا. فانا هنا عملت ايه؟ انا هنا حددت. فتاني كده مستر الفرق كله ما بين الكومن ناون والبروبر ناون، ان انا في الكومن ناون بسيب الاسم مفتوح مش بحدد حاجة، في البروبر ناون انا بحدد. ده رقم اتنين. طب رقم تلاتة هتكلم عن ايه؟ رقم تلاتة هتكلم عن حاجة اسمها الابستراكت ناون، وحاجة تانية اسمها الكونكريت ناون. وده بنقول عليه في العربي الاسم المعنوي والاسم المادي. وكلمة معنوي يعني حاجة مش بتتمسك بالايد. يعني ايه الكلام ده؟ الحب، انا عارف ان انت حبيب جدا، بس الحب ده حبيب قلبي انت مش بتمسكه بايديك، فده يبقى اسمه لوف. اللوف هنا ابستراكت ناون، اسم معنوي. لكن لو جيت اتكلمت عن الايرن، عن الحديد، الحديد بيتشاف بالعين وبيتمسك بالايد عادي، يبقى ده اسم مادي، اسم ملموس، يبقى ده abstract. تيجي عند رقم خمسة ونتكلم في آخر نوع يقابلنا من أنواع النونز، هتكلم عن حاجة اسمها الكولكتيف ناون. وكولكتيف ناون هو اسم بيعامل معاملة المجموعة. يعني يا مستر الكلام ده؟ يعني تيجي تتكلم عن تيم، فريق، عن جروب، مجموعة، عن ستاف، عن كرو، كل دول بيعاملوا معاملة المجموعة، فأقدر أقول عليهم كولكتيف ناون. بكده نكون وضحنا لحضرتك ان الاسم الناون ليه 5 تايبس في الانجليش، اللي هم common noun، proper noun، abstract، concrete، collective noun. وقدرت ان انا اقول لك examples عليهم. لو عندك اي سؤال في الجزئية دي ياريت تسيبه لنا في الكومنتس، وتستنى الحلقة التانية اللي هتبقى بعنوان types of adjectives، انواع الصفات. سلام يا شباب.